العمى ما عم لاقي الا مطلوب وظائف شاغره، مطلوب وظائف شاغره. لشوف العنوان هذا بجربه. خمسة اثنين اثنين، خمسة ثلاثة ثلاثة واحد. ألو مرحبا، ممكن تعطوني العنوان لل... طيب انتو عم تقولوا انه عندكم وظائف شاغرة، شلون تحطوا هيك اعلان وانتو ما بدكم غير وظيفة واحدة؟ أرى جرب غيره، جرب هات. اثنين سبعة ألو مرحبا، حاطين انتو اعلان مشان وظائف عنكم شاغرة؟ ايه تاني مرة لا تحطوا هيك اعلان اذا سمحتوا، كله كذب بكذب ما عاد بدي. بدي جرب هالمرة بيعلي، يا حظي من مرتي. ها 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 هاي علا، ها شلون لك؟ كان اختي بتقلي ما انت حس الا وقت تجوزت هي الاربعه وصوفة. لا, لا عفوا اخي، مو طالب مكتب عقاري انا. شو لا اربعه وصوفة مو مكتب عقاري، انت انا طالب. انتوا اخي مو اللي انتوا كاتبين بالجريده طلب مشان وظيفه؟ ايه اخي، انتوا حاطين اخر شيء بالنسبه للعمر 50 سنه، يعني ما بيصير استثناء 10 سنين زياده لقدام؟ شلون خرف؟ ما بيخرف يا اخي، بيكون خرفان ب60 سنه. شلون خرفان؟ انا عم بحكي معك، انا عمري 60 وماني خرفان. انا خرفان؟ مو الحق عليك، الحق علي اتصل فيك. انا خرفان؟ لا عمو، يكون انا خرفان ومو عرفان. زقلنا معمل بحاله ممتازه، خطوط شخين سلسله الخطوط هزا وصفاته على قطعه ارض ملفه من 30 مليون ليره. معمل كامل مجهز 30 مليون ليره؟ اكيد هذا في شي عيبه لحتى عارضينه ب 30 مليون. عملك شروه ما بتنشرها بالمره، لا بدنا ننام بين القبور ولا بدنا نشوف منامات وحشه. وها معامل، معمل بلوك في حرستا، قطعة أرض مساحتها. شو بدي بمعمل البلوك أنا التاني؟ حدا بيشتري معمل بلوك بتلي بهيك بلوة؟ أخ معامل كازوز وين فيه؟ معامل 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 وين في معامل كازوز؟ انه انا التاني ليش عم بشتغل هالشغله؟ انا التاني ليش؟ ليش داغوا عيوني؟ عندي 2 موظفين بالشركه قاعدين عم يسندوا الحيطان وياخذوا رواتب، يشتغلوا وهن. احسن شيء بخلي حسام يعمل لي ملخص عن كل الجريده، بيجي انا بحط عيني على النقطه المهمه اللي بدي اياها وبس. يشتغل عم ياخذ راتب. ها؟ يا سهير اذا بتريدي ابعثي لي الاستاذ حسام فورا لعندي. مرحبا استاذ امجد، خير؟ قال طلبتني. نعم مشغول شوي، عم بعمل شوية حسابات، عم بعمل حسابات التلت الاول من السنة. امرك هلا بترك الحسابات وبدور لك. لك اشو هالنوبة اللي ركبته؟ كل ما بيطلع عدد جديد بيطلع لي بشغلي، مين بيدوروا على معامل الا انا؟ طلع معك هاتي لنشوف. لك وقتي شو الفرن اللي تعيه؟ وين وين وين؟ ريلنا الريقي. ليك ليك هون شوف. معمل بكامل ادواته ومعداته وبحاله جيده وجاهز للاستثمار، يرجى لا 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 تكملي، لا لا ما بدي استثمار اختي، انا بدي بيع شري. بيع شري؟ قريتها وين قريتيها يا نظيروي؟ مو هي الصفحه. ايه ايه بلا بهجتها. شوفي للجادينة فقط. ايوه
معمل مياه غازية يعمل بطاقة إنتاجية عالية ويعمل على الأوتوماتيك وبحالة جيدة. شوفي البيع فوري وشو وبسعر مغري كمان. لا 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 تكملي خلاص، ارجعي لي للعنوان اللي قريتي لي أول مرة. ارجعي أنا عنوان صفوة إيش هلشتيني؟ إيش بدك يعني أتذكر لا أتذكر؟ لك هذا اللي بأول صفحة تبع معمل السجاد. معمل السجاد؟ إيه أنا حاطة عليه علامة. وين يا نظيرة وين؟ ها وين صار الرقم؟ ضيعناه يا أخي، هذا خط رفيع كتير، هذا ما بنقرأ. ها ها ليكو 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 ليكو. ها هذا يمكن يا بجرمانة يا بالحجر الأسود الله أعلم. بالعفاريت يكون، وين ما قصدي يعني وين ما كان يكون، المهم هو منتجاته رايجة بالسوق. لك أهم شيء إنه رخيص يا حسام، معمل مثل هذا بسبعين مليون يا بلاش، على البسطة على البسطة ما بتلاقي هيك معمل. شو رأيك نتصل فيه؟ إيه بسرعة بسرعة قبل ما حدا يسبقنا، بيكون كتير مطلوب هذا ومرغوب. يلا أيوة أربعة نعم يا علي. علم يلا. ألو مرحبا أخي، أنتو المعلنين عم بيع معملكم بالعدد الجديد تبع الوسيط؟ أيوة أخي طبعا جادين أخي، لو ما كنا جادين ما كنا اتصلنا فيكم. طول بالك أخي، احكي مع معلمي. مرحبا يا أخي، الله يعطيك العافية. إيه أنا معلمه. أنتو مشان المعمل هاد؟ إيه نعم نعم. يا ريت تعطيني لمحة عن المعمل وتقلي ليش رايدين تبيعوه بالله. شو صار معي؟ يا خسارة انباع المعمل شفتي؟ إيه لا تزعلي ولا على بالي، خلص هلا بلوب لك على معمل غيره. مثل الهم على القلب، ما في غير عم بيبيعوا المعامل وكلياته على علكة ومصاص وبسكوت وأكلات طيبة. دخيلك نظيرة، دخيلك ساعديني ودوري لي، بدي فاجئه لأمجد. إيه بدي خليه يحس إني أنا راكدة ركض ورا مصالحه. تعرفي صفوقة؟ ما بعرف ليش من أول ما قريت هي تبع الإعلانات وفي سؤال عم يزن براسي. نظيرة دخيلك لا تسوديها بوشي. لك لا عم سودها بوشك ولا شي، بس يعني صرت سمعانة وشايفة يعني انه يعني هدول الناس ليش عم يبيعوا معامله؟ يعني لو كان المعمل فيه خير ما كان رماطر، قصدي ما كان باعه صاحبه. لك شو هذا يلي باعه؟ بعدين شو هذا المثل عم تقليل لي؟ شو جاب المثل على راسك؟ هلا لانه في اكتر من 100 اعلان عن 100 منشأة ومعمل كلياتهم ما شاء الله بحالة جيدة واوتوماتيك وحديثين. طيب ليش عم بيبيعوهم؟ شو صار معك؟ علق الخرق؟ علق وقال ما بيبيعوا المعمل إلا بالدولار وعقد البيع والتقبيض بيكون براتب بلد مو هون. هصة تعلي صوتك هلا بسمعك أمجد. يسمع شو دخلني هنا اللي قالوا هيك؟ لو كنتي ما بتعرفي إنه حالف يمين لا بيبيع ولا بيشتري إلا من ليره سوري. عقول لحالي صلنا شهرين اللي عم نبيع ولا نشتري مشان هيك؟ بتعرفي انا ايام بصدقه لامجد وبدافع عنه. ايه؟ بس يعني بيني وبينك هي بحكايه الدولارات ما عاد صدقته. ليش بقى؟ لانه انا بذات نفسي من يومين بس محول له 50,000 دولار من باريس لفرنسا. شو الحكي؟ لا مو معقوله غريبه. صفاء 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 لك تعي بسرعه تعي. إيه لا لك تعي تعي لقلي. شو لك بدي اسألك، حارتنا مو اسمها المعظمية؟ بلا. طب الفيلا رقم 36 مو هي ورا الفيلا تبعي؟ ايش بعرفني شو قصة؟ دخل لك بدي اسألك رقم انفادي جارتنا قديش؟ ما بعرف عنك دفتر تليفونات. لك شوفي شو قصة؟ خلص خلص بعدين بقلي. بخيلك شو معجقة وينك يا انفادي؟ جد غريبة انفادي بأنو حرف حاططه؟ عليكو ممكن اعرف بقى ليش لما عرفتي انه انفادي بدها تبيع على فيلتك كركبتي وتغيرت كل معالمك؟ لا اختي لا انا لا كركبت ولا شيء، بالعكس بس يعني يعني اقول ليش بدها تبيع على الفيلا طالما ما صار لها غير شهرين وغير عفش. شفتي قلتيها بعد مثل سانك، انت بتعرفيها لفيله انفادي بتجنن وبتطير ضمانات العقل تسوى 10 من فيلتي وفيلتك، وشحة حاططها برسم البيع. فانا بقى تقلي لي نظورة انه لو ما كان فيها عنا ما كان واعنا. خلصنا بقى صفوقة قللتي انت بشغلي. ايه روحي 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 زكية زكية من يوم يومك روحي. لازم غير صوتي. الو
مرحبا يا اختي. انا بدي اسالك بخصوص الاعلان تبع الفيلا اللي حاطينه بالوسيط. يا اختي الفيلا بعرفها، قصدي يعني بعرف تحت وفوق ومسبح وتراس. بس يعني لو فيها شوية حشرية، يعني بدي اسألك ليش بدكم تبيعوها للفيلا؟ يبعت لي 100 حمرة سهي، يبعت لي 600 حمرة. بعيد الشر عنك، ليش عم تدعي لحالك؟ لك شلون انا راح عن بالي انه ابن خالتي بيشتغل بالمطبعة تبع جريدة الوصيل؟ فكر شي شغلة بتخوت. وشو يعني؟ لك شو يعني؟ بنستفيد كتير. ولا ما حتفهمي انتي؟ بعدين تفهمي عن اذنك. شو بنستفيد؟ عم نستفيد كثير. مطلوب مندوبة مبيعات براتب مغري جدا. الرقم 4-6-0-4-8. الو؟ اخذنا. ماشي، فرصة سعيدة. لك شو هاد لك حسام؟ شغلة بتحط العقل بالكف يا أخي. لك كل ما بتطلع على هالبطيخة الجريدة وبيعجبني إعلان وبقول بدي اتصل فيه أو بتصل فيه وبسأل عنه، بيطلع باي عينه. لك ما صار الجريدة موزعة ساعة ونص يا رجل، ايمت عم تلحق هالعالم؟ حتما بالموضوع في إنا دغري ساوت اللي ياها بوليسية وإنا ولعل. العظيم يا حسام انت قصتك قصة. وين الإنا؟ طالما ناس حاطين إعلان كاتبين في رقم تليفونهم وحاطين عنوان ودافعين رسوم الإعلان، وين الإنا؟ اسمعني استاذ، الله اعلم الون جماعتهم بمؤسسه الاعلان او عند وكلاء الجريده، ولما بيشوفوا شغله هيك يعني لهطه بيخبروا جماعتهم. لكن استاذ ما بده ذكاء. والله تارك مهير بنوب يا حسام، برافو عليك. معناتها هي هي الان اللي عم تحكي عنها، ما في غيرها. لكن استاذ لك انا بعجبك، انا حسام على سن ورمح، مسؤولي على قامتي، ما عندي حظ طقني. ايه سيدي، هات لشوف شلون بقى بدك تشمشم لي وتتعرف لي على مندوب من مندوبي الجريدة. أستاذ أنا فت لعندك مشان هيك شغلة ويمكن أهمها. أهم؟ بسرعة قلي هات لشوف، تعرف حدا؟ اللي بدي لك يا ابن خالتي لازم بيشتغل بمطبعة الجريدة، يعني بصريح العبارة بتصلوا الأخبار قبل ما تنطبع. إذا بدك منتفق معه وهو بيخبرنا. ايدي بزنارك اتصل فيه، لانه هلا بيكون عم يصفصف وعم ينضد الحروف تبعها. يلا بدنا الاخبار. استاذ انا كنت بتصل فيه، بس هيك شغلات ما بتنحكى بالتليفون، لازم اصل لعنده واحكي من تمي لتمه. مزبوط، بجوز يكون الخط مراقب، نضجيبه على المكتب بسرعه. يلا. الله يخليك يا مصري. ضحك انا بوجهي. لا وشو بدي الوقت حالك؟ بتعرفي نحن بدنا نبيع الفيلا مو مشان شيء، ما انه نحن العفش كتير جديد اللي جايبينه، بس لانه ساكنه ورانا جرلتات كتير بلسانه 17 شطلي. لك إيه، خلاص انت الثانيه خذيه على العقله مسكينه هيك. لك ما حدا مسكين غير انا وانت، شو رايك روح هلا اعتبر بدي اعتبر. لك ها طقت ما ازكاكي. طيب شو بدك تقولي لها اذا قالت لك؟ شو عملت لك انه انا حكيت معك يعني؟ بدك تقولي لها انه غيرتي صوتك مشان تعرفي وتدقسي ليش بدي بلتها. ما اجت ببالي هيك. لا عم ام نكون بقصه بنصير بقصه، ولو كان صفوقة بدي فش قلبي ما بفش قلبي. حطوق امحي قصف لي روحي خير يا جندة تبعي. باي باي. باعي بالعزمة اسكاكي. شلوني معك بقى يا سيدي؟ هالحسام مو بس لعنة، لعنة مكبرتي كمان. من هون لا يصدر العدد الجاي. طولي لي بالك بس انت ونظيرة، اما بكون مزبط لك مشروعين من كعب الدست تقعدي هيك تتسلي فيهم وسجل لك اياهم باسمك، ما بكون انا امجد. طولي بالك. حبيبي لا انا يعني عن جد انا ما بدي شيء منك، مشان انا ما بدي شيء، بس انا بس يعني حاسه انه عندي وقت فراغ وبدي ملي بس. وانا رح اكتب لك هالمشروعين مشان انت تملي وقت فراغك، ورح زبط لك مكتب تقعدي بهالمكتب بتمشي شغل المشاريع بتتسلي وبتزبطي امورك وبتزبطي وقتك. عن جد امجد؟ لك انا عم مزح بس. بطلي لي اياها بقى انت ونظيره هاي القعده على الاعداد، ما في غير عم تقلبي فلان اشترى فلان باع فلان عمل مشروع. بطلوها خلاص، انت اتقل من هيك. تقبر قلبي تقبر قلبي، الله يخلي لي اياك الهي. تفضلوا. اهلا وسهلا، نورتوا المكتبه. اعرفكم الانسه سهير، انسه سهير ابن خالتي وخطيبتي. اهلا وسهلا. تفضل اهلين. انسه سهير شو فينا الاستاذ فاضي؟ يلا لحظه.
استاذ امجد وصل حسام وابن خالته. خليهم يفوتوا فورا اذا بتريدي. تقدروا تتفضلوا حسام. يلا تفضل ابن خالتي. تفضل. ايه تفضل. تفضلي يا انسه. لا لا معلش خليها تستنى هي وانسه. ايه طيب تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلين استاذ امجد اشهر من نار على علم. اكيد ابن خالتك اللي حكي لي عنه كثير. يا ميت اهلا وسهلا. شرف شرف. تفضل. المكتب مكتبك. تفضل ارتاح. على فكره من اول ما وظفت عندي حسام بالشركه ودائما بسيرتك بيحكي لي ابن خالتي وابن خالتي، بس ما صار نصيب لهلا نتعرف عليك. شو بدنا نساوي؟ الحقيقه انه ابن خالتي حسام من اول ما توظف عندك وانا عم بحكي له انه حابب اتعرف على جنابكم. ايه وشو كان يقول لك؟ ما انا الاوان. كان يقول لك ما انا الاوان؟ يا حسام بتقول له ما انا الاوان؟ هذا كلام بينحكى؟ معقول عن جد زعلتني منك هلا؟ يا رجل عندك هيك ابن خالي مثل الوردة مثل الفلة وما تعرفني عليه؟ يا سيدي هلأ أنا الأوان. يا سيدي شو بننسى؟ على كلين باعتبار هلأ صارت هالمعرفة إن شاء الله منعود كل اللي فاتنا بالأيام السابقة والماضية. بيت أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حسام تركنا أنا وياه باجتماع مغلق ثنائي وأحد لبرا لو سمحت. يا ميت أهلا وسهلا. وجبلنا شي بارد بطريقك إذا بتريد أو بعتنا. ظريف كتير يا أنسة. شو كمان؟ تفضلي. أنسة سهير ممكن لحظة؟ تفضلي. هلا برجع لك شوي صغيرة. شريف لك أنا لح أطلع من المولد بلا حمص. ليش بقى؟ هلا مو أنا جبت له ابن خالتي وعرفته عليه؟ مزبوط هالحكي. إلى عمى ما ألأمه هذا أمجد خلاني قاعد لك ما احترمني قدام ابن خالتي. قال لي حسام أحط بدنا نحكي كلمتين أنا وياه على الأنفراد. قلنا لحنا مرقها، طلعنا مشينا شوي، صرخ علي جيب لنا اثنين باري. شو انا بشتغل؟ شو اجير عنده انا؟ هلا الاهم من هيك بدي اسالك، انت هالبنت هي متاكد انه خطيبته لابن خالتك؟ انا ابن خالتي كله على بعضه من زمان ما شفته، بس على قول ابن خالتي انه هي خطيبته. حسام بيني وبينك انا حاسه انه هالبنت وضع غريب شوي. ما غريب الا امجد. على التليفونات. الو اهلين مجدود. اهلين حبيبي. طمني شو صار معك؟ لا لا طمني حبيبتي الامور عال العال. في فيلا بتطير العقل، لقطه مرتبه كثير وصاحبها مو هون مسافر وحاطط وكيل عنا بدها تنباع. ايه حلو كثير حبيبي، بس انت قلت لي انه هو بده يامن لك مشروعين كثير معتبرين. صفاء جاب لي بس ما عجبوني. وينك؟ هالفيلا هي لقطة مرتبة وسعرها خيالي جدا. ليكي جهزي حالك لحتى اجي اخذك تشوفيها بعد شوي. ليش انت اخذت موعد من وكيلها؟ لك ايه قصدي ابن خالته لحسام بده يجيب الوكيل لهونيك ويلاقي لي بعد شي ثلاث ارباع الساعة. بقى على السريع انت تحركي مشان اجي اخذك ونطلع. معناتها يا دوب غير ثيابي وجهز حالي بسرعة لانه وينك؟ انا ما خليت حسام يعرف اي شي. ها يو شو هالحكي؟ طيب ما هو اللي عرفك على ابن خالته؟ لك ايه عرفني عليه وخلص مشي الحال خلصت مهمته. بعدين هو ابن خالته بالظاهر ما كتير طيبات. بقى روحي ما بدنا من نية حدا. فهمتي علي؟ شو لا حاضر ولا دستور؟ غريب حتى طلع بدون ما يقول لي وين رايح مثل عادته. ايش اول شي بوشو عمل حاله مو شايفني؟ اكيد في مشكله الله يستر. انت صادقه وقع على واحد من شاكلته. شو قصدك؟ ابن خالتي. مو مو لا مو قصدي ما قصدي شيء بعدين بحكي لك. خدي هلا هاي الورقه. يلا وقفوا وقفوا وقفوا. خير ان شاء الله. لوين يا مهوي؟ رايحين انا مشوار مشوار صغير رايحين بس. وين يعني؟ استغفر الله. خلصينا خلصينا نظيرة طقت مراتي. خلص بقى مالك بالعادة تخبي علي شيء. بس اجيب لك بس اجيب لك. الله يوفقك نظيرة. اذا بدي روحي خلص بقى خلصيني. ايه والعريضة ان شاء الله مالها بالعادة تخبي علي شو قصتها؟ شو حسام شايفتك لساتك قاعد؟ ايه انا عندي شوية شغل
تيسري انت هلا، بس خلي الشغلي انا بروح. طيب يلا باي باي. باي باي. اروح شوف المغضوب ببيته ولا واعد ابن خالتي بشي ارني. ما في حدا. طيب صفاء وين راحي؟ شو طيب هو ليش ما وعدك قدام الفيلا؟ شو بعرفني، يمكن هيك الأصول. يمكن اجا. ما تأخرت عليك استاذ. لا لا ما تأخرت علي، بس طمني شو صار معه؟ وين الوكيل وينه؟ ما بظن انه حيجي، مشغول كتير وعندي بيعة تانية محرزة. لا اله الا الله يا اخي، شو هالحكي؟ بس ما يكون باع على حدا تاني غيري. ها فهمني. ما يهمك استاذ، احنا بنخدمك بعيوننا. لك على راسي، بس انا يعني لا تؤاخذني، بدي افهم وينه، انا معطل شغلي وجاي. استاذ ولا يهمك. على الفيلا الثانية. ايه؟ روح قل لها مثل ما بدها، والمساء بيجي لعندك انا والوكيل. لا اما بتشتريها او بترجع لنا المفاتيح. ماشي والله، حل كويس. ماشي إيه؟ بارك الله فيك، يعطيك العافية. بالخدمة. استاذ انت بتعرف العنوان ما هي؟ انا بعرف العنوان. ايه فهمت عليك، فهمت عليك. مسيك مسيك. انا محضر لك دفعة على فكرة. شو هذا؟ هذا الرعبون، فينك تعتبر دفعة أولى والباقي نتحسب في شرك. العفو، يلا بالإذن. يعطيك العافية. شوفي هالقبة هتاعي. تعرف مجودة؟ منظرها من برا بيفلج. مزبوط، منظرها كتير كتير حلو، خصوصي هالعريشة. شوفي بكرة هي واحد بيقعد تحتها شغلة بتطير العقل. خلينا هلا نشوفها من جوا كمان. ايه بس ماني مصدقة انه سارة مثل ما قلت لي هي. ايه صدقي، جوزك امجد ما بنخاف عليه. شافي. شوفك مين مين حضرتكم؟ شو ما بتعرفين نحنا؟ لا ما بعرف مين. انتو نزل ايدك واعرف مع مين عم تحكي لو سمحت. مع مين يعني؟ مع حرامي وحرامية الفيلا. انجي هاي شو عم اسمع؟ شو هاي حرامي وحرامية الفيلا؟ ايه صلي، عم تابعكم ولاحقكم من وقت ما اخذت المفتاح من المغا بالليل. ابو ليه؟ المفتاح ولي علاقتك يا امجد؟ عن اذنك لينا، انا ما بتاخر، اوام منجي هالمره. ايه. سلامة. الله يسلمك. هوني اتفق نص عمري. ها بس اعرف لوين عم يروحوا، لقوا بيرجعوا حاملين ومتحملين. ايه شكرا، الله يعطيك العافية. شو قالوا لك؟ بدهم خبرة 5 سنين. ايه ما كان يكبوا بالجريدة، ما كنا عذبنا حالنا. ايه بجوز نسيوا. سيدي طلعنا على غيره. دقيقة، مطلوب مهندس زراعي باستثناء شرط الخدمة للعمل في السعودية، الاستفسار على الرقم التالي. يستر عرضك حسين، اتصل اتصل بركي بتطبق.
لك ايدك. لك اخي الله، انتو شو بتكونكم الشهداء؟ يا عليم الله، ما بعرف اطبخ اكثر من احسن من 100 خريج. عفوا شو؟ ما نتمنى نصيب اخي. الله معك، الله معك. انا شو انه قليل ادب. شو هالحظ هذا؟ هي رابع اعلان بتصل بتقول لي بده خريج، بده خريج. لك ايش هو هدول الخريجين؟ يعني شو بيعرفوا يساووا؟ غير اكلات غربيه مثل البيتزا والعمبرجر والكامشتينو. حلوه الكامشتينو. ما ندورنا على اعلان بركي هيك الله طلع له شنو ورا. اعلان اعلان. يلزمونا طباخ مقيم لرجل عجوز. لجرب حظي يا رب، يا رب تزبط معي المره يكون ما بده خريج يا رب. زياد اعطيني خط لو سمحتي. ايه ايه خذي رقم. ايه لحظه لك من غشمل في طويت الجريده. ايه اكتبي 681 6900. بسرعه يستر عرضك بسرعه. يلا يلا ها معك. الو الو الو، عم بدق لهذا العجوز اللي طالع طباخ ليل نهار فقط. ايه شو عرفك؟ ايه لانه دقيت له طلع اطراش. شو هالحكي؟ اطراش؟ لعبة. ايه طيب شو سمع رنلي؟ والحقيقة عندي خبرة بس مو قد المدة اللي حاطينها بالاعلان. يعني بتقدر تقول بينقصني شي 3 سنين. مو مشكلة. طب امتى المقابلة استاذ؟ هلا؟ بس انا طيب طيب مو مشكلة، ممكن تعطيني العنوان لو سمحت؟ وينو عدنان؟ ما بعرف، كان عم يقرأ الجريدة مدري شو لقى فيها. قام قال وجدته هدأ تليفون وراح. ايه روح الله يوفقه. شو كمان انت على الوسيط شايف؟ هذا يوم الوسيط العالمي. شو بدي قلك يا قمر؟ شو بدي قلك؟ شو بدي قلك؟ شو... ليكو لقيته. تعرفي هون حاطين اعلان بناسبك تماما؟ بأي صفحة؟ بالصفحة الثالثة على اليمين، طلعي. الصفحة الثالثة على اليمين؟ هذا هو مطلوب مندوبة مبيعات لأدوات الزينة. هلأ أنا شكلي مندوبة مبيعات للزينة؟ يا لطيف شو فيك نظار؟ أخ لو أني مرة، كل الإعلانات بيطلبوا فيها نسوان. إيش هو اللي ترجال؟ ها يا عيني، لقيت لك شغلة حفر وتنزيل بالصفحة الخامسة على إيدك اليسار بالنص. ها وهي الصفحة الخامسة على اليسار، ها ليكو بالنص، مطلوب حارس ليلي لمنشأة صناعية. هلا أنا هيئتي حارس ليلي؟ لكن أنا شكلي مندوبة مبيعات. اشتري السلامات. يلا يلا إيه لا هيك دخنت كتير، واذا بضل ساكتة بكون شدبة وانا بنوب مالي شدبة. تركي هي من ايدك، هي لألي. طيب اعطيني هديك الحمراء الي. لا هدول التنتين لألي. ما شاء الله ما شاء الله، ايه مالكم طالعين من هون الا لاعرف وين كنتوا وشو حاملين؟ لك يا عن اذنك لينا. لا حبيبتي ما حذرتوا بالمنوف، الشبكه سادت فينا الطريق، ما بتطلعوا من هون الا لاعرف. اولا ليش عم تيجوا تغيروا اوعيكم عندي؟ ثانيا وين عم تروحوا؟ ثالثا شو في بالاكياس هي اللي حاملينها؟ انا ما دخلني، اسالي ام هاني. وانا الثانيه ما دخلني، اسالي وفاء. لا حبيبتي بدي اسالكم انتوا التنتين، وانتوا التنتين بدكم تجاوبوني. شرفوا. هو يعني القصه وما فيها انه كنا منروح منجي مناخذ ومنعطي. احكي لك كلمه رضا ترضي. وفاء قصده يعني تقلك انه نحن التنتين. ان شاء الله ولاقيه ما فهمت شي لهلا. رضا شو فهمك بطيء يا لينا، تعي لقلك. شو شفته؟ استاذ عدنان خير
لا تقلي انه صار اول الشهر ما معي ولا قرش. لك لا، في موضوع مالي مصنفه. شو هو؟ عم لاحظ حركه غريبه عم يصير عندك بالبيت. وبعدين شو عم تحكي؟ لك راسك بقيمه انا صار. طول بالك مثل ما عم حاكيك. تعال قلها. لا اكيد هاني ما خربطتك بالكياس. لك ايه، لا اهدلك اكياسك وهدول اكياسي. اكيد ها. لك انت لا انه اخذك لعالي وانا عم بحكي لها القصة. يا سريم هاني يلا. عم شوف بسيطة يا بعدنانو، ما بتحكي كمان. لك أنا بالأول قلت لحالي يا رجل بلا ما ترمي بلا، بس بعدين أب عقلي ما عاد تحملت والباقي عندك. أب عقلك أنا أبدا، بسيطة عن كل أحوال مكتور الخير. شكرا. لينا. أهلين حبيبي. شبك حبيبي؟ ليش معصب؟ مين كان عندك منبرها؟ وفاء وام هاني. شو عم يسوي عندي؟ بدي اعرف هلا، بدي اعرف ليش عم يفوتوا لعندك؟ عم يفوتوا بأواعي ويطلعوا بأواعي، وشو الاكياس اللي حاملينها بايديهم؟ انا نفس الاسئله اللي انت عم تسالني اياها سالتهم اياها قبل شوي. يعني ما بتعرفي ليش؟ لا ما بعرف. وسالت عليهم؟ بعرف بلا بلا. بعرف بلا بلا. قولي قولي قولي. ليلي عوام، شو قصتهم؟ وفاء وام هاني عم يشتغلوا لصالح جمعيه انسانيه. ما بصدق، ما بصدق، لانه وشهم هن التنتين ما في اي شيء انساني. لا صدق حبيبي وحياتك عندي، هن عم يشتغلوا يومين بالاسبوع، بيروحوا بيدوروا بيدقوا ابواب العالم بيجمعوا تبرعات. ها قلتيلي. شوفي بيه، اذا انت بينضحك عليكي وبتصدقي قصتهم فلازم تعرفي انه انا ما بنضحك علي وما بصدق قصتهم. ليش لحتى ما تصدقون حبيبي؟ انا شفت بعيني الاكياس اللي جايبينها كلها اواعي قديمه. طيب ليش عاملين بيتك محطه؟ وليش عم يغيروا اواعيهم عندك؟ لو ما عم يعملوا شيء غلط كانوا غيروا اواعيهم ببيتهم. حبيبي معك حق ما تصدق وتشك بالموضوع، بس هن شو قالوا لي؟ ابو هاني وجوزه لوفاء عينهم ضيقه وبخلا، ما بيحبوا الخير لحدا، بقى مشان هيك ام هاني ووفاء عم يجوا لعندي يغيروا اواعيهم ويروحوا على شغلهم. ها قلتيلي، وكياس الاواعي ليش بياخذوها على بيوتهم؟ ليش ما بيودوهم على الجمعيه الانسانيه؟ قليلي هاتي لشوف، احكي لي. حبيبي عدنان، انا سالتها لوفاء ولام هاني كل وحده على انفراد. ايه وشو جاوبوكي كل وحده على انفراد؟ قالوا لي انه يعني ما حلوه ياخذوا الاواعي وسخه على الجمعيه الانسانيه، لازم يغسلوهم بالاول ببيوتهم. ها اقنعتيني. تعرفي انا هالتنتين كبروا بنظري اكثر ما هن كبار. حبيبي عدنان شو رايك اشتغل معهم؟ اشتغلي معهم؟ لا لا حبيبتي لا، ما في داعي. انا هلا في مخي عمل انساني بيطير العقل، اذا زبط شغله معتبره. خيار يا الاعلام. ها هذا رجل في سن الياس يرغب في المساعده الانسانيه من قبل زوج وزوجه متفاهمين مؤمنين بالحياه الزوجيه. للاستفسار الاتصال بالرقم بين الساعة 2 و3 ظهرا حصرا، وللجادين فقط. شو رأيك بالإعلان للوش؟ قديش الساعة معك حبيبي؟ الساعة 2:30. شو رأيك نتصل ونستفسر؟ يعني موافقة أنت تشتغلي معي بالعمل الإنساني؟ طبعا موافقة، بتعرف إذا زبطت أحسن من شغلة أم هاني ووفاء. الحقيني لك. أي تعال للوش قوم نقلينا الرقم. خذ حبيبي نقله من هون. تمام. علق. الو الو مرحبا. نحن عم نتصل فيكم مشان الاعلان اللي ناشرينه بجريده الدليل. ايوه. طبعا لك. صلي 5 سنين متجوزه. متجوز. ايه على راسي. ايه بس استاذ يعني ممكن تعطينا شوية معلومات عنه؟ يعني شو وضعه؟ لا بالعكس انا هلا على فكرة صرت متحمس اكثر من اول. طبعا
طبعا شكرا لك، احترامي احترامي، شكرا حقيقي. كمان شوي بس عندك بس شو اللي بدي اياه. يسلموا، تفضلت مهونه، مع السلامه. حال شو حبيبي؟ هي الجزيره الثانيه رقم البيت 54. نحن قديش؟ إيه معناتها قربنا من سلمان. لك خلينا ننزل. يلا شهلي. سألك سؤال. ايه يعني بركي هذا الرجال ناوي شي من ورا الاعلان اللي حاطه بالجريده؟ يعني شو بده ينوي؟ يعني مثل شو؟ هلا انت سمعت الحلقه الماضيه من حكم العداله؟ لا ما سمعتها. إيه بلا سمعتها بلا، ذكريني فيها بس. لك هي قصه الشاب اللي بيستدرج البنات الحلوين القطائير مشان يشتغلوا سكرتيرات عندهم. إيه؟ براتب مغري بعدين بيقتلهم على الخالص. لك هاي الحلقة ما بتمسك بشي ولا لك علاقة فيها. بنوب بنوب بنوب، يعني ليش زعلاني على حالك؟ بعدين أنا وياك يستوكة. شو قصدك عدنان أفندي؟ شو قصدك؟ هلا ما عاد عجبتك؟ ما كنت تدلني يا لينا أنت ملكة جمال الكون. لكان خلصنا بقى، خلصنا كمان بالطريق. شوفي لي العنوان هون. صح شوفي لي. صح، الجزيرة 28 الفيلا 9 على اليمين. خلص لكان، ما في جرس لعليكم. عدنان قل لي بصراحة، أنت حامل؟ لك شو حامل؟ أنا حامل شايفتيني مرة. مو هيك قصدي، لك مو هيك قصدي، يعني حامل شي سلاح، شي شغلة للدفاع عن النفس. ما بدي سلاح ولا شي، نسياني أنه أنا رياضي. تعال الحقيني لشو. مين؟ أنا. مين أنت؟ لك أنا اللي اتصلت فيك قبل شوي وعطيتني العنوان. لك وين هربتوا؟ قصدي نحن تفاجأنا، يعني انسرينا بمعرفتك. مو عنك كمان. أهلين سهلين، أنا اسمي عدنان عزمي ومرتي لينا. تشرفنا. وعنك كمان اسمي أبو الخير الخير. أهلا وسهلا، ونحن بنستاهل. أهلين سهلين، فضلوا فضلوا، البيت بيتكم، شرفوا. يو ليكون هذا من اللي بيقتلوا البشعين مو الحلوين. هذا من المؤاخذة، تفضلي مدام تفضلي. بيساوله أهله؟ آه، ميت؟ اللي على علاقتك يا لينا؟ لك شبك وخفته؟ اللي أستاذ، شو بيساوله أهله؟ بكبود عليه تراب. قصده تقرأ سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. لك أنا مو هذا قصدي. فهمنا عليك، يعني مو هذا قصدك، يعني اشرح لنا قصدك مشان نعرف شو يعني اذا كان مو يعني شو قصدك من هذا السؤال؟ قصدي اهله اول شيء بيعملوا لين بفكوا له وحدته. طيب شو جاب السيره هلا؟ ما انا ميت قاعد هون بهالفيلا مثل الميت، وما في يوم من الايام اجى حدا من اهلي فك لي وحدي. هيك قول من الاول. استاذ يعني تكسر وركبنا، يا ريت انه عدو. نعم نسيت
تفضلوا تفضلوا، البيت بيتكم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عن اذنكم بس لفوت غير اواعيي واجي بسرعه. يلا. الله يرضى عليك، قوم خلينا نروح على بيتنا، ما لك شايفه شو وهر ما بدك لها قصة. لك لا وهر ولا شيء، بس هو مسكين انت ما فهمتي عليه. هذا الشخص عايش وحده، والوحده رح تقتله، صار له زمان ما شاف بني ادمي. ما دخلني، ما شفته شو عم يحكي، قوم خلينا نروح، الله يخليك. لك هوس لك بس رجع. لا لا لا، زعلتيني، ما له حدا مقطوع يعني؟ مثل ما عم قلك، مقطوع من شجرة لا ورا ولا قدامه، بس شو عنده فيلا يا وفاء بتطير ضبنات العقل. روحي. شو فائدة الخدم والحشم إذا مقطوع؟ ذكرتيني، قال شو هو ما بيسق حدا يقعد عنده لا خدم ولا ناطور. يو انتي التانية، فيلا طويلة عريضة وما في مين يخدم فيها. عدنان قال له نفس الشي، قال له انه هو بيخاف حدا يطمع فيه. غريب أمره هالرجال. ايه وبعدي؟ اتفق معه عدنان انه نقعد عنده ونفك وحدته، يوم ايه يوم لا. لك على ذكر معه، ليش ما بيقعد معه قرايبه هذا اللي حكيته انت وياه؟ بيقعد بفك وحدته يعني، عدم مؤاخذة أحسن من الغريب، والأقربون أولى بالمعروف. اسكتي وفاء، مو طايق يتصه، على ما يبدو حابب يغير وجوه. انتو طلعتوا بوشه. نسيتيني موعد أم هاني، وعدتها بالطريق، بعدين انت بتكملي لي، إيه؟ يا أخي رجعتوله للبيت حيويته، صار في حياة في حركة. لكن شو صرنا ساعة قاعدين عم نحكي ونقر؟ صدقني مالي عاطي فرحتي لحدا، يعني معقولة أنا أبو الخير الخير ترجع لوشي الضحكين؟ يلا أنا عن إذنكم رح أفوت كمل شغلي بالمطبخ لأنه المطبخ مأنشيح. خدي حريتك، اعتبري البيت بيتك وعز. ايه سيدي بنرجع لحديثنا، وين وصلنا؟ نسيت. ايه تذكرت انا. وشو صار بعد ما قتلوا لك جدك كونتا كونتي وقت كان على راس الشجره؟ الحقيقه قبل ما اكمل لك القصه، يا اخي انا حاسس انه البيت وسخ وبده تنظيف، بس المصيبه كل ما جبت واحد مشان ينظف لي البيت بيستغلني وبيشفط فوق المصاري لاغراض، يعني بصراحه بيسرعني بالمشرمحي. طيب انت قصدي طيب انت ليش ما بتخلي هذا اللي حكى معنا على التليفون ورد علينا انه يجي يقعد معك بيسليك بفك رقبتك، قصدي بفك وحدتك؟ لا تذكرني فيه الله يخليك، هذا واحد نصاب حرامي، قال بيقولوا العقارب اولى بالمعروف، تاري العقارب عقارب. اخ ليه لولا هال 15,000 دولار ايه ما بمد ايدي على شغله بنوب. حبيبي انت متاكد؟ اخ طبعا متاكد، ما شفتي وقت اتصل بالعميل تبعه تبع البنك تبع شتوره سالني قال لي شو اسمك عشان يحط الحساب باسمي. مثل ما بيقولوا بالمثل قال يا حواجبه يا عيونه بكره على المغتسل بيبان. اخ رجلي رجلي حبيبي عدنان. انا ايدي معطلين مالي حسنا احركهم نوم مالي حسنا ارفعهم لفوق هيك ما بحسن بطلعهم. لك ليكونوا مخربطين هدول تبعات الاعلان. اي لك شو خربتوا؟ ما شفتي اتصلنا فيه بالتليفون هو اللي اعطانا العنوان. طيب بركي هدول تبعات المطبعه يعني بدل ما يقولوا انه بدهم حدا يغسل يكنس يمسح قالوا بدهم حدا مؤمن بالحياه الزوجيه. لك هلا ايمينا من الاسطوانه ما انت اصل السبب. انا شو دخلني؟ لك شو دخلك؟ مو انت اول ما فتي على الفيلا قلتي له يا سلام وبالانجليزي بيوتيفول شي رائع، قلت له مو ناقصها غير شوية نظافة ولطافة بتصير مثل النفجة. ايه أنا بس ما قصدي إنه نحن اللي نشتغل. خلاص حصل خير. بس وينك قلو؟ طلعت مثل النفجة. عن جد؟ بس بتعرف أنا مالي حاسة لا بإيدي ولا برجلي ولا بجسمي وخايفة على حلقي قد ما كتيت كلورينا. عدنان. حبيبي عدنان منين؟ عدنان. يلا للوش بسرعة رح يبرد الزيتون. شبك يا اخوي؟ حبيبي ايدي ورجلي معطلين ماني قدراني اتحرك. يعني انا احسن منك؟ كانت باطلة ومحولة الشغلة. هيك يلا بس قص هص ليكي ولا كلمة هص ليكو اجا. اخي عدنان عدنان انت بالبلالية بتفهم شو قصدك؟
قصدي بالصرف الصحي. ايه يعني انا عندي المام شوي بهالمواضيع، بس ليش عم تسأل؟ يا اخي بلوعة البيانو، عفوا البانيو تبع الحمام، دقيقتين بتصرف وساعات بتلصطي. ايوه انت مو مشكلة، دلني وين في محل بيصلح صحية لحتى اجيب لك اياه بسرعة. نعم 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 نعم. لا حبيبي قال يجيب لي مصلح، قال هلا بعد ما تروحوا انتوا انا بعزل البلوحة. طول بالك ابو الخير، لا تهز بدنك عدنان، ما حلوه انت موجود وابو الخير يعزل البلليع، الصراحه لازم انت تعزله للبلليع. خلي عزله بركي بصوت قلبه. شو قلت؟ ما قلت شيء، بس انا يعني عم اقول انه انا بخدمتك وخدمه البلوعه تبعك. بلوش هات سيخ، مش روحي جيبي سيخ مشان نعزل البلوعه. وام تعي عدنان ولينا، عدنان ولينا، لا تعزبوا حالكم، في سيخ جنب شباك المطبخ. واحد عم بيرد، ابصر وينه. اكيد زبط معه الاعلان اللي قراه اليوم، نياله حظه من السما. دخلك رقم مين كنت عم تنقله للمدير هلا من شوي على التليفون؟ بتضحكي اذا قلت لي؟ ايه نقلته رقم الاعلان اللي بالصفحه الخامسه على اليسار وبالنص. حارس الليلي. نافوخي حبيبي، لبقتي لي عمل انساني بنوبها؟ يعني بفهم من كلامك انه انت ضد الانسانيه؟ انا ضد الانسانيه وضد الضراب السخن هذا ابو الخير، الله لا يوفقه، يبعث له حمى ما بيرحم. معششه بجوزتي، بجوزتي انا مفكر حالي رايح اشتغل عمل انساني، مالي عرفان حالي انه رح معقوله لا اشتغل مع النسيئات ومد ايدي بقلب النسيئات. ان شاء الله الحمى بتحمه حمل ابو الخير. اخ يا للهوش، اخ انا جاي على بالي اقطع اجازتي وما اقدر على هالشغله بنوم. يا عيني يا عيني شو ذكي، بعد شو حبيبي؟ بعد ما اللي ضرب ضرب ولي هرب هرب، هاي سلم عليكنا وصار وقت القعده الحلوه بالفيلا. شو فيلم روسي؟ فيلم روسي؟ لك انا اللي خايف منه انه بعد هذا الشغل كله يطلع لنا شغل جديد. مثل شو حبيبي؟ مثل شو يعني؟ مثل اخوك ابو الخير انه يجي على باله انه يساوي مونه وليه؟ ويشغلنا بالمونه. بس لا ما بظن، لانه سمعته لابو الخير عم يقول انه يوم الاثنين طالع لعنده لهذا اللي حكاه بالتليفون على امريكا. بس تعرفي انا هذا ابو الخير بلشت حبه، عجبني تمام، عبى معي، عبى هون بمخي تمام، وخاصه عنده هيك مواقف انسانيه حلوه، كل ما بيشوفنا بيقول انه شو قال انا وانتي منذكره بولاده اللي ضايعين ومو معروفين وين اراضيهم. بس انا اللي مخولني هيك مخول انه معقول لك مو معلق ولا صوره له؟ معقول هالشغله؟ معقول يا للوش؟ معقول ماتت من التعب؟ شو هاد؟ ليش يا اخي مالو صايين الزريعة لحد هلا؟ يا عدنان؟ يا سيد عدنان؟ ايوه معلمي. ولك انت ما بتخاف الله؟ لا شو هالحكي اللي عم تحكيه يا معلمي؟ في حدا ما بيخاف الله غير اذا كان كافر؟ لك مو حرام عليك الزريعة ما تشرب مي؟ لك يا معلمي نحن عم نفضى نص زريعة، ما انت لابشنا بالبلوعة صرنا يومين عم نشتغل فيها، على كل الاحوال ما تزعل ها؟ هاي كرسي عود انت ريح لي حالك، ولا انا رايح جيب البربيش واسقي لك زريعه. شو تشرب؟ جيب لي شاي، يكون في شاي، يكون في لينا. يا اخي اللي بيعجبني بهذا عدنان انه نشيط وفهلوي. انا جلي من بيتي مع بجلي. حبيبتي للوش؟ ساوي لنا كاسة شاي لأبو الخير، خير ما بده يشرب شاي. ماني رح ساوي شاي، في بطيخة رح أقشر له إياها يتقورتها. بطيخة خطر مثل ما بده. يا علاقاتي إن شاء الله شحات ومشارط، ما عم يعجبه العجب ولا صيام برجب، وكل خوفي نطلع من المولد بلا حمص عشان ما بتوفى وناري ما في. لازم تسوق حسب السوق. ايوه شلون يعني؟ ما فهمت عليك. شلون بدي فهمك ياها؟ يا سيدي انت لازم دائما تحسبها
حسب الجو تبعك وتسوق حسب السوق. لك شو سوق حسب السوق؟ يعني اوكي يعني انا رح سوق حسب السوق، بس انا شو فهم شو تفهمني شلون يعني؟ ملا مو شغلك. ايه شلون؟ يا اخي على حساب بعرفك في الهوي وبتلقطع الطاير. لك بلقطع مو على الطاير كمان، هي وبكبد السما، بس فهمني شلون؟ يا سيدي انت لازم تكون حسب اللي حواليك، وكل شي عم يدور عليك لازم تكون فهلوي وتخطف على الطاير وتسوق حسب السوق. طيب يعني شلون؟ ما شو بدي اخطف؟ شو الشغلة خطف وسوق وشو؟ لك يا اخي مو تخطف. لك حاب اشرح لك. اشرح لي. هلأ مثلا انت ايه؟ لما بتكون سهران بالقهوة مع رفعاتك لعنصاص الليالي، ايه؟ لما بترجع عالبيت بعد عنصاص الليالي وبتلاقي مرتك وقفتلك بقفى الباب، شو بتساوي؟ هيك بكون اخذ احتياطي انا مباشرة، انا بجيب لها معي هدية. عرفت شلون؟ لما بتشوف الهدية هي بتنسى كل شيء وبتصير تفكر بالهدية. برافو عليك، هي هي طبع سوق حسب السوق. لك شو هي هي سوق حسب السوق يا اخي؟ ما افهم عليك. طيب يا اخي انا رح فهمك اياها. طيب شلون بدي فهمك يا سيدي؟ انا رح فهمك. فهمني. افترض انه في لك رفيق جايب معه 3 عصافير. ماشي ماشي، هدول 3 عصافير، واحد منهم ذكر وواحد منهم انت وواحد نغل، وقال لك الك ولا للديب، شو بتقول له؟ العصفور مع الديب ولا الديب لحاله؟ لك يا اخي مو هيك، افترض انه الك 5 رفقات، ايوه، جايبين معهم كل واحد 3 عصافير، كل واحد منهم للعصافير واحد ذكر واحد نغل واحد انت واحد ما له علاقة بكل هالشغلة، شو بتساوي؟ طيب ما عم بفهم علي. انا رح فهمك. افترض انه في تمساح، هذا التمساح فاتح تمه وعم يغني، ومعه 3 عصافير، وهالتلت عصافير قاعدين عم يطيروا. 3 عصافير والتمساح والديب، لك والديب، لك والديب. طيب لحظة، انت الديب لمين؟ لحظة سبون، انت لبين ما ارجع ماشي؟ الديب لمين؟ اذا قلنا الديب والتمساح و3 عصافير، اما بتنفهم هاي؟ عدنان عدنان تعال هلك. 14 عرفتهم يعني؟ ها قربت. ابو الخير تاكل بطيخون على الطاوله ولا جوا بالصالون؟ لا شو بالصالون، بعدين منوسخ الصالون، هون احسن. يلا نقعد هون، قعدة رطبة وحلوة ومن احلى ما يكون. يا رب. تخلاك قديش الساعة معك؟ الساعة هلا تقريبا 6 الا ربع. لحظة. شو؟ نعم نعم نعم، انا ابو الخير. مين حضرتك؟ ضلن وعم تتصل فيي بهالوقت تشغلني؟ شو في لحتى عم تتصل فيي؟ تضرب انت وال15,000 دولار، انا بحاجتهم؟ مالي بحاجتهم. لازم لحظه لحظه لا خليك معي. عدنان عدنان، انت شو اسمك الثلاثي؟ انا اسمي عدنان عدنان عزمي. عدنان عدنان عزمي، مواليد قديش؟ مواليد 65. 65 يا عمري. اسمع، هدول ال15,000 دولار بتسجلهم بالبنك باسم عدنان عدنان عزمي مواليد 1965. لا ولا اقول لك لحظة، عدنان وين رحت؟ شو قلت؟ وين رحت؟ شو قلت له؟ لك شو قلت له؟ بدي احط لكم، بتستاهلوا انتم، بتستاهلوا كل خير. بسجلهم باسمنا؟ باسمكم. هلا بدي وشوشك، انت مرتك بتثق فيك؟ ايه. وانت بتثق فيها؟ انا اللي بثق فيها. بتحبها؟ بحبها لك ما بحبها؟ بحبك العافيه. والقايل يا ابني فهم مني، المبلغ كله بكامله بتحطه بالبنك بشتورة باسم عدنان عدنان عزمي. فمد. مع السلامة. وين رحتوا؟ لا
لك وين رحتوا؟ قوم يا قوم انت وياها اصدر البيت من اول وجديد. لينا لينا بسرعة خفية. ليش حبيبي عم تناديني خير؟ وين ساعتي؟ شو بيعرفني انا وين ساعتي؟ بعت لي حمى ان شاء الله، تذكرت نسيناها بالجنينة عند ابو الخير. بعت لك حمى فعلا، نسيتها على البحرة، شلحتها مشان خسر، ذكريني فيها. نسيت شو بيعرفني انا؟ يلا اتصل اتصل فيه وخليه يقول لنا اياها. لك هلا؟ شو جد بقى انت بنصاص الليالي بدي اتصل فيه؟ ايه بلا هي مو محرزة اصلا، بعدين انت مو قلت انه ما عاد بدنا نروح لعنده؟ ينباع بالعزا هو وياها. شو ينباع بالعزا؟ بدي اياها، بدي الساعة، بعدين بدي ال 15 دولار، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ ايوه يا سلال، انت اكيد نسيتها قصدا مشان تذكره بال 15000 دولار. معقولة تكون زبطت معي هيك؟ على كل الأحوال بكرة أنا وياكي بنروح لعنده. شو جابون هدول لهو؟ يمكن ضيوف. شو لك ليك شلون ايدون عم تلبق على البلور؟ يبعت لهم حمى. ليك 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 شو عم تنططوا على الدراج يا اخوان تعبنا. بسيطة بسيطة للوش، كله في سبيل ال 15000 دولار بيهون. ايه صحيح ذكرتني، لا تنسى تاخذ رقم الحساب تبع الشتورة. ايه صحيح تمشيني، منيح اللي ذكرتيني، تعالي قلي. على مهلك انت وياه، شو اجيتوا لنا الدنيا؟ على مهلكم. على قامتي. مرحبا. هلا. يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. بدي الأستاذ أبو الخير. أبو الخير مو موجود. مين أبو الخير؟ أبو الخير صاحب الفيلا. إيه أبو الخير. أيوه هذا هو أبو الخير. أبو الخير. يا أبو الخير. بدنا إياه ندهن يا أبو الخير. خير. ليش حضرتك مين أنت؟ أنا راعي الفيلا. راعي الفيلا؟ وأبو الخير شو لك؟ أبو الخير ناطور عندي بالفيلا. يا شو ناطور ما ناطور هلا وقت النزل؟ بعت له فلوس يرمم الفيلا وأخذ الفلوس والحاش وما عاد عارف وين أبو الخير. معك ثلاث دقائق ما مشيت راح يطلبك الشرطة. شو شرطة؟ شو شرطة؟ توكل على الله. شو شرطة؟